سلام عليكم. اثبت مكانك. اثبت ايه يا رب؟ انت عارف اني بخلقي. ايه محسب يا دحروق. يا دحروق يا دحروق، انا في شغلي. عامل ايه يا والي؟ الحمد لله. وحشني يا والله. والله وانت كمان. خد املا لي الازازتين دول سليم بيه. عنانة حبيبي. المهم انت عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله والله. ايه وهيكون في حد فايك هناك ولا حاجه؟ لا والله الحياه كويسه، بس الواحد طفح الكوتي. الكوتي؟ انا من كتر الكوتي جالي حموضه. الف سلام عليك يا صاحبي. مش كان زمان الواحد دلوقتي يا محسن بيعمل عمري؟ فكرتني. ليه تتحرق الطياره اللي رميانا الرمياتي؟ بقول لك ايه صح يا ضحروق؟ ايه يا ماما؟ كلام في سرك كده واحنا في الطياري. انا افتكرت ان هم قالوا مسافه الرحله 7 ساعات، مع ان الواد عبد الستار لما راح السعوديه قالوا انه مسافه الرحله 3 ساعات، ولا ديك هيك الراكب لوبوزين؟ يا الليموزين كان اسرع. ايوه بس انا اقول لك على حاجه، ها؟ إيه؟ علميه. ايه احنا واحنا بنطير هتلاقي الارض كانت بتلف، فالسعوديه لفت واحنا كنا بنلف وراها، عشان كده خدنا وقت طويل. ايوه بس انا برضه اللي موغوشني وموترني ولعب في دماغي ان انا بسمعهم بيقولوا ان هم كانوا رايحين بلد تانية اسمها ديك اردونيسيا. افدونيسيا. بقدونيسيا. بقدونيسيا. اقول لك على حاجه، الناس دول مضحوك عليهم شكلهم كده، حد اداهم على عينيهم سجق. عبط عبط. بس ده سر ما بيني وما بينك. ايوه اوعى تقول لحد. عيب. ايه دي؟ سرك في بير يا صاحبي. دي ده هو ده. ها دي هي. طيب ولإزالة آثار بقع الدم المتناثرة هنا وهناك من تقطيع الجثة إربا يحبس استخدام الكلور وثاني أكسيد المنجنيز ومرقة عين الكتكوت وزيل الفأر السحلي. الفأر السحلي. أنت بتقرأ إيه يا دكتور؟ كتاب يا عتاب. هكون بقرأ إيه؟ بس سامعاك عمالة تقول الدم والكتكوت والفرو وحاجات غريبة كده هو. أيوة الكتاب كده اسمه الجريمة الكاملة لقتل الزوج، يا حبذا لو كان اعلامي. اكل. اوعي يا دكتور الشيطان يغواكي وتتجني. يا اخواني ايه واتجني ايه؟ بقول لك من فضلك عايزه اخلص الجريمه بسرعه واقلع الجوانتي واتخلص من الجوانتي. طب معلش يعني لو ما فيهاش مضايقه، يعني انا كنت عايزاكي في موضوع. نعم يا عتاب. موضوع ايه؟ يعني زي ما حضرتك شايفه يعني الحاله اللي انا فيها، لا السر عدو ولا حبيبي يعني، وما فيش يعني اي تحسن ولا كده هون. فممكن يعني لو عشان حضرتك دكتوره يعني كبيره، ممكن تشوفي لي دواء ولا علاج؟ على فكره يا عتاب انا مش فقه عليكي من غبائك. ليه انا لما اشوف لك علاج هتجيبيه منين يا فليحه؟ صح، بس برضك يعني العلم ما بيغلبش. ممكن يعني مثلا تشوفي لي لبخه، وصفه بلدي، يعني مثلا هنجيب حاجه من على الشجره هنسقطها في ميه بملح في البحر مثلا، هتطلع لنا حاجه. بس بلاش عبط. لبخه ايه ونسقط ميه في البحر ويطلع لنا حاجه؟ بس بلاش عبط بقى. طب في حل حضرتك انا مش فاهمه ليه مش مقتنعه بيه؟ حل ايه؟ اللي انت تخبطيني بحاجه على دماغي اقوم افتكر. شفتي رجعنا للتخلف والتخلف القديم بتاع زمان. يا ام جهل اعملي راسك كده قوي عشان تنزلي الجهل اللي راكب على ودانك ده. طب ما تخبطيني اسهل بدل ما ارج دماغي كده هو ويجيلي صداع تاني. مفيش فايده. بصي انا هقولك على حاجه ومتجربه، ممكن اعملها لك وممكن تجيب نتيجه. ماشي. بصي يا ستي بقى، انا هستخدم معاكي جلسات تنويم مغناطيسي. ماشي اي حاجه. الجلسات دي بقى انا هستفز بيها عقلك الباطن واغوص في اعماقه وبحوره. اللي بدوره هيستفز لوعيك، اللي بدوره هيستفز الذاكره وينشطها، وفي الحاله دي ممكن تفتكري او تتجنني. زي فك السحر وقلب الحبيب في 3 دقايق ورد المطلقه. رد مطلقه ايه وفك سحر وقلب حبيب ايه؟ يا ستي انتي الشعوذه والكلام الفاضي بتاع الجهله اللي زيك. لا ده علم وفي دراسات وابحاث، وعلى فكره انا قريت معظم الدراسات والابحاث دي. طب ما يلا يا دكتوره انت مستخسره فيها يعني؟ لا انا مش مستخسره فيك، بس الموضوع ده عشان نعمله
محتاج كده في الاول يعني زي ما تقولي شويه طقوس، والطقوس دي هنعملها انا وانتي مع بعض. واولها انا عايزاكي تبقي مسترخيه خالص وريلاكس خالص، وتعملي اللي هقولك عليه خطوه خطوه. نبتدي؟ ماشي. انا عايزاكي اول حاجه تبقي ريلاكس ريلاكس وسايبه نفسك خالص، وتبتدي اللي هقوله لك اعمليه. خدي معايا كده شهيق، زفير، شهيق، زفير، شهيق. ايه يا دكتور انت هتنام وسيبين الدم ضرب في نفوخي؟ لا 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 انا مش هنام، لا مش هنام، ده دي الطقوس. امشي معايا تاني، غمضي عينيكي. يلا هنبتدي. انا عايزاكي تتخيلي ان انت في جزيره كبيره جدا ومهجوره ولوحدك. وتخيل ليه ما انا في جزيره كبيره ومجهوره ولوحدي؟ مجهوره؟ لا خلاص سيبك من الجزيره، سيبك من موضوع الجزيره دي. غمضي عينك، غمضي عينك. انا عايزاكي تتخيلي نفسك في اوضه ضلمه، والاوضه دي فيها شاشه كبيره عملاقه عليها رقم 10. الرقم ده بينزل بيبقى 9 8 7. طب هشغله فيلم ايه يا ستي؟ انت فيلم ايه؟ فيلم ايه؟ فيلم ايه اللي هيشغله؟ انت داخله بكيس فشار وهتتفرجي على فيلم؟ ده تصور وتخيل انا وانت بنعمله مع بعض. ارجوكي انسي الاوضه الضلمه. انا عايز اسالك سؤال، ايه اكتر وقت انت بتبقي رايقه فيه؟ وانا بغسل المواعين. وانت بتغسلي المواعين بتبقي رايقه؟ اي والله ببقى رايقه قوي. اي والله بتبقي رايقه قوي. طيب كويس قوي، غمضي عينك، غمضي. انا عايزاكي تتخيلي ان انت واقفه في المطبخ، والمطبخ ده فيه حوض كبير، والحوض الكبير جواه 10 طاسات. ده انا اخلصهم لك في ثانيه. ايه هو اللي تخلصيهم لي في ثانيه؟ ال10 طاسات الا بقى لو مدهنين مثلا او محروقين. يا بنتي يا بنتي انا ما قلتلكيش إيه الطاسات دي عايزين نشيل منهم دهن ولا محروقين؟ ركزي معايا، ال10 طاسات دول هتبتدي تاخدي منهم اول طاسه فهيبقوا 9 8. طب عندك سلكة؟ سلكة ايه؟ سلكة عشان ننجز، الا لو هما بقى تفال ممكن. لو عندك اللفة البلاستيك دي عشان التفال ممكن يتجرح من السلكة. بلاستيك ايه وتفال ايه؟ يا حبيبتي العلاج اللي انا بعمله معاكي ده انا عايزة اوصل بيكي لحالة صفاء ذهني. ما دام صفاء ذهني دي انتوا بصاحبة المطعم؟ مطعم مين اللي مصاحبته صفاء ذهني؟ مش انت حضرتك بتقول 10 طاسات؟ هو في بيت يعني فيه 10 طاسات؟ ما اكيد مطعم، انت في بيتك فيه 10 طاسات. انا هرمي الطاسات اللي في بيتي اول ما ارجع ان شاء الله بالسلامه. انسي الطاسات، ارمي الطاسات انت كمان ورا ظهرك. غمضي عينيكي وعدي ورايا بالعد التنازلي داخليا. غمضي عينيكي. 10 9 7 6 5 4 3 2 1. ازيك يا عتاب؟ هو حضرتك تعرفني؟ طبعا انا اعرفك كويس جدا. هو حضراتكم ايه لما اغسل؟ مش مهم تعرفي احنا مين، لانك لو عرفتي هتتاذي. ليه؟ هو حضرتك جني يعني ولا ايه؟ جن؟ بص يا عتاب انا هنا اللي بوجه الاسئله وانت عليكي تجاوبي وبس. مفهوم؟ مفهوم، تحت امر حضرتك. مين وراك يا بت؟ معرفش. بت ما تستعبطيش، مين اللي وراكي؟ والله العظيم انا اول مره اشوفهم. انت تستقبلها بيت ولا ايه؟ هتعملي نفسك من بنها؟ انا مش بستهبل حضرتك، انا اصلا من بنها، مركز نقباس، البيت اللي قصاد مكتب مكافحه عفن البطاطس البني. بت بت ما تخلينيش اعملها معاكي. انت بتشتغلي لحساب مين يا بت؟ اقول لك وامر لله، انا بشتغل لحساب امي. امي؟ لا لا لا، بصي يا عتاب من الواضح انك هتقعدي معانا شويه. ها؟ انت